رغم إشهار بعض السياسيين العراقيين مخاوفهم من تحويل محافظة الأنبار إلى أفغانستان جديدة بسبب تدفق الإرهابيين عليها من السعودية وغيرها، أكدت القوات المسلحة العراقية إصرارها على إلحاق الهزيمة بالإرهاب وتدمير معاقله في جميع حواضنه. ففي سلسلة عمليات استباقية نفذتها قوات عراقية مشتركة في مناطق تكريت وقرى الحويجة والشرقاط وقوات الفرقتين الثالثة والرابعة في محافظة نينوى وصلاح الدين وقوة العقرب في بابل وقوات الجزيرة والبادية في الأنبار، تمكنت من القبض على 81 إرهابيا بينهم 6 من قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة الإرهابي وأحدهم المسؤول العسكري لهذا التنظيم في محافظة صلاح الدين، كما تمكنت من تدمير مخبأ للأسلحة والمتفجرات في قضاء الحويجة وتفجير سيارتين مفخختين والاستيلاء على مخبأ للعبوات الناسفة في الساحل الأيمن وضبط 7 قطع آثارية من الحجر الأسود إحداها لملك سومري و3 أختام أسطوانية و3 قطع فخارية عليها كتابات مسمارية. مساندة الحكومة المحلية والمحافظة والعشائر للقوات الأمنية والوقفة الواضحة لهذه المؤسسات مع القوات الأمنية، حيث كان هنالك كلام يدور عن هل هم معهم أو مع غيرهم من ذلك، ولكن كان هنالك مؤتمر صحفي وكان هنالك ندوة واضحة حضرها محافظ الأنبار ومجلس محافظة الأنبار وشيوخ وعشائر أهالي الأنبار، وكانت رسالتهم واضحة وهي دعمهم للقوات الأمنية ومساندتهم للقوات الأمنية ورفضهم لأي حركة إرهابية. وفي منطقتي اللطيفية والأعظمية في العاصمة العراقية بغداد، تمكنت القوات الأمنية من قتل إرهابيين أحدهما أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة وإجبار انتحاري على تفجير نفسه في مكان خال بعيد عن الناس. نادي العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد.